أكثر من منفذ خصصه الاتحاد العراقي لكرة القدم للبيع المباشر لتذاكر مباريات بطولة كأس الخليج المقرر انطلاقها في 6 من الشهر المقبل، على أن لا يقتني الشخص الواحد أكثر من 3 بطاقات فقط. لكن تأخر طرح تذاكر دخول المباريات إلى الأسواق أثار سخطا كبيرا وخلف طوابير طويلة عند منافذ البيع. احنا اليوم كعراقيين متعطشين لهذا الاحتفال، متعطشين لهذا الكرنفال، هاي الناس تريد تحضر هذا الكرنفال وتريد تفرح بهذا الكرنفال، ليش تحرمون الشعب من هذا الكرنفال؟ ليش اليوم الفساد وصل حتى على حساب فرحة الناس، على حساب التذاكر؟ حلم العراقيين بدخول الملاعب لمتابعة كأس الخليج دفع مشجعين من محافظات عدة نحو القدوم إلى البصرة لاقتناء التذاكر، لكن كثيرا منهم لم يتمكنوا من شرائها، وخاصة الكسبة إذ تعذر عليهم الحصول عليها إلكترونيا. أنا أشتغل عمالة، منين أدبرها؟ بس أردفتهم الأونلاين، بس أنت أونلاين صعبة. احنا جينا، انا ليش جاي من هناك احجز هناك وخاسر كهرباء ومصاريف؟ ليش خو احجز هناك ذاك؟ ما اقدر، انا جاي من الديواني. شح تذاكر المباريات انعش السوق السوداء ورفع من اسعارها في وقت ارتفعت فيه ايضا ايجارات الفنادق والشقق مع توافد المشجعين. قابرت هنا جماعة بالبصرة شركات، يقول لي التذكرة ابيعك ب$80 $70، اخابر بالموصل يقول لي نفس السعر، يعني بعد ما اعرف وين اتوجهاني. هو انا ماخذ عن النفر تذكره 15,000، مش قد انزل التذكره، ارجع اخابره اقول له التذكره صارت $80، وين اكو هيج حكي؟ الاستغلال صاير من التجار، اصحاب الايجارات، اصحاب الفنادق، يعني وصلت الشقه 4 ملايين شهر كامل ينطيك، او ينطيك فتره البطوله بس، يعني ما يصير هذا الاستغلال، استغلال من التذاكر، يعني تذكره وصلت $100. تسمح التذكره الوحيده لصاحبها بحضور مباراتين، ونظرا إلى اختلاف الأماكن في المدرجات تختلف أسعار البطاقات بحسب اللون، فالخضراء سعرها $30 والصفراء من فئة $20، بينما الحمراء $14 والزرقاء $10. بدوره دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم الذين لديهم شكاوى أثناء عملية اقتناء تذاكر بطولة خليج 25 إلى تقديمها عبر البريد الإلكتروني الخاص به. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.